أشكر لكم حضوركم الكبير الذي ينم في الحقيقة عن اهتمامكم بقضايا وهموم الوطن، وهذا الأمر يثلج الصدور، خاصة نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خير أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. الحضور الكريم، جاء عقد هذه المحاضرة حول المخدرات وأثارها النفسية والاجتماعية على الأفراد والمجتمع من أجل توعية الشباب والطلبة لخطورة مشاكل نفسية واجتماعية واقتصادية خطيرة تهدد بالأمن القومي وتهدد مستقبل الأجيال وتعطل المسيرة التعليمية والتنمية والإعمار والتطور. جاءت إيمانا منا بالمسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن لأبنائنا، والأخذ بأيديهم وانتشالهم من دائرة البؤس إلى دائرة الأمل، ومن الدائر ومن طريق الموت إلى طريق الحياة. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا يسعدني في هذا اليوم أن أكون في وسط المقامات اللي هي الناس اللي مسؤولة في مدينتنا الحبيبة صبراتة أو على دولتنا هي، انطلاقا من رسالة ورؤية وأهداف كلية الطب البشري جامعة صبراتة. طبعا لا أريد أن أطيل عليك تعليماتي، الشكر موصول لكثرة كل هذه المحاضرات المحاضرة القيمة. طبعا خالد فني وسط بقيه من الاحتفاظ ليلى هو دفع علينا هي الذكر الحكيم، والشكر موصول لكل الحضور مره اخرى، ونتمنى التوفيق. كل في مجال عمله، نرحب بالسيدة رئيس مكتب خدمة المجتمع في جامعة صبراتة للمجهودات التي تقوم بها، وخاصة ونحن نتناول موضوع قديم حديث ألا وهو موضوع المخدرات والمؤثرات العقلية وما لها من أثر سيء وآثار سيئة، سواء كانت أثار نفسية أو اجتماعية وحتى ثقافية بشكل عام. ولقد تطور موضوع المخدرات إلى حد أنه وصل، مش عارف هي المعلومة قد تكون حديثة شوية، ما يسمى بالمخدرات الرقمية، موضوع حديث جدا، ونحن نبحث دائما في موضوع المخدرات، وهو موضوع يعني يمتد عبر التاريخ وكل الأديان وكل الشرائع السماوية وكل العادات والتقاليد والأعراف واللوائح التي تنظم حياة المجتمعات، حاولت بشكل كبير جدا الحد والقضاء على هذه الآفة التي تؤثر على الحياة الاجتماعية بمجملها وليس على فئة الشباب فقط. فنحن نعاني من الإدمان في وسائل الاتصال الاجتماعي، وكذلك ممكن تكون في حلقة أخرى علمية لتتناول المخدرات الرقمية وما لها من أثر سيء على المجتمع. الجامعات، إلا أن مكتب خدمة المجتمع له دور أكبر من ذلك. دور خدمة المجتمع طبعا في مجال الاستشارات، في مجال
باسمي وباسم زملائي اعضاء مجلس بلدي سباكه، نحن جد مسؤولين بهكذا قطاعات وهكذا اجتماعات هدفها بناء المجتمع وانقاذ الشباب من الافه المعروفه بافه المخدرات. لان رياض العقل الحقيقه لهذه الافه يؤدي بالمناسبه الى مصائب كثيره، ونحن يجب ان نكون في بر الامان في بر السلامه من هذه الافه من خلال هؤلاء الشرفاء الاجلاء الاساتذه والتكاثره من النساء ومن الرجال وكل الفريقين الحقيقه الذين يدافعون عن شبابنا ويشكلون حس حصين ضد وقوع شبابنا في مثل هكذا مخدرات ومضاعفات عقليه التي نبذها ديننا ونبذها اخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا المسيئه بدون مبادئ واحده. والسلام على من بعث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السادة الحضور الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين المدمن وبين المخدرات وبين التعاطي وبين التعود إلى غيره من المفاهيم، مصطلح المخدرات هي مادة علمية مادة طبيعية أو مصنعة على اعتبار أنها صنفين. الدكتور رجب حيستفيض بأكثر في هذا الخصوص. ايضا مصطلح التعاطي او مفهوم التعاطي، التعاطي هو تناول اي ماده بغض النظر عن هذه طبيعه هذه الماده، اي ماده مخدره والتي تؤدي الى الاعتياد مختلف تظل الكميه او الجرعه ثابته. الكميه او الجرعه تظل ثابته ويكون الاعتماد عليها نفسيا فقط. جسميا ما فيش القوة أو التفاعل القوي لهذه الحصول على هذه المادة، ولكن الاعتماد عليها نفسيا فقط، على عدم عن طريق الحقن، عن طريق الشم، عن طريق البلع، عن طريق التدخين. ومن خصائصه استجابات وأنماط سلوكية. محاضرة في التوعية الوقائية حول المخدرات وأثارها النفسية والاجتماعية على الأفراد والمجتمع. المستهدفين من هذه المحاضرة طبعا بالدرجة الأولى اللي هم الطلبة والشباب، بما أنهم هم يعتبروا وقود الوطن وبأنهم هم أكثر شريحة يعني يشتغلوا عليها المروجين المخدرات، ولطبعا انتشار هذه الظاهرة وأصبحت ظاهرة تهدد الأمن القومي وتهدد مستقبل الأجيال وتعطل المسيرة التعليمية، حاولنا أن نكون تركيزنا على الطلبة بالدرجة الأولى، وإيمانا منا بأن أيضا إيمانا بالمسؤولية المجتمعية التي تتطلب منا كأفراد مجتمع إن كانوا أكاديميين أو جميع شرائح المجتمع أن تتكاتف هذه الجهود من أجل انتشال أبنائنا من دائرة البؤس إلى دائرة الأمل، من طريق يعني طريق الموت إلى طريق الحياة. فهذا يتطلب أن احنا تكون فيها استراتيجية أو تكون فيه خطة وطنية نعمل على الحد من هذه الظاهرة التي تهدد الأمن القومي.